3.5 مليون وحدة سكنية يحتاج إليها العراق لحل أزمة السكن بحسب خبراء، والعدد يتزايد سنوياً مع ارتفاع نسبة نمو السكان. الدولة اتجهت إلى الاستثمار، فأنشأت عبر شركة كورية مدينة بسمايا جنوب شرقي بغداد ب100 ألف وحدة سكنية، اكتمل منها 27 ألفا، بينها 15 ألف وحدة جرى بيعها، لكنها لا تحل الأزمة. ولبناء مزيد من مشاريع السكن اقترضت الحكومة 5 تريليونات دينار من البنك المركزي العراقي، وفعلت اتفاق النفط مقابل الإعمار مع الصين والسعودية ومصر والأردن. هنالك قرض تم تقديمه من قبل البنك المركزي بقيمة 5 تريليون دينار لإنشاء المشاريع السكنية بالنسبة للمواطنين. أيضا هنالك المذكرات التفاهم المبرمة بين الصين والسعودية ومصر والأردن، تتضمن أيضا إنشاء مجمعات سكنية في بغداد والمحافظات. بناء المجمعات الكبيرة لا يحل أزمة السكن لجميع الفئات، فارتفاع كلفة الوحدة السكنية إلى نحو 70 ألف دولار مقارنة ب25 ألف دولار لمثيلتها في إقليم كردستان يجعل امتلاكها صعبا للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، فضلا عن رفض أعداد كبيرة من العراقيين السكن العمودي في العمارات والشقق وتفضيلهم المنازل الأفقية. عشوائية البناء وعدم واقعية الأسعار وارتفاع الأسعار الغير طبيعية التي لا تتناسب مع دخول المواطنين، اللي تصل سعر الوحدة السكنية بها إلى حوالي 70 ألف دولار، في حين أن في إقليم كردستان تصل إلى 30 ألف دولار بنفس المواصفات. حل أزمة السكن لا يقتصر على بناء الوحدات السكنية بتقدير الخبراء، بل يمكن أن يحدث بربط المدن الكبيرة كبغداد والبصرة والموصل وحتى كردستان بالمدن الأخرى عبر طرق خارجية مخدومة بشبكة قطارات سريعة وباصات منتظمة لتسهيل نقل الوافدين من الموظفين والعمال، ولئلا يضطروا إلى السكن في المدن الكبيرة فيشكل عليها ضغطا يوازي ضغط نموها السكاني. حيدر البدري، يو تي في.